بلوك كوريا وكنا محاطين ب 9 اشخاص كلهم 8 من مختلف الجنسيات حتى من الولايات المتحده من المانيا فرنسا اليابان الصين ما شابه ذلك وكنا نحن الطلاب اللي من كلية أعمال السياحة الوحيدين العرب يعني ما فقط أسبوع ويومين أما في سريلانكا كان لمدة 3 أسابيع طبعا هنا أنا أوجه شكر تقدير لا نهائي للكلية على دعمها المستمر سواء الدعم المادي أو المعنوي أن بدون الكلية أنا والأشخاص الخريجين ما وصلنا إلى ما نحن عليه الآن القطاع السياحي أن لازم تدركوا أن أنتم الأشخاص المناسبين في الوقت المناسب وفي المكان المناسب كيف أعلم هذا؟ طبعا الكل يعرف أن القطاع السياحي الحين كان ما زال يتطور بشدة لذلك نحن جدا 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 محظوظين ان نكون في هذا المجال في القطاع السياحي.